مصر دولة مهمة للغاية بالنسبة لإيطاليا، هذا ما أكد عليه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عقب لقائه وزير الخارجية سامح شكري، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات تناول خلالها العلاقات الثنائية ومجمل القضايا على الساحة الدولية والإقليمية. والآن زيارة معالي الوزير إلى القاهرة كلها تؤشر إلى رغبة وإرادة سياسية لدي البلدين لمرحلة جديدة من العلاقات والرغبة في العمل على تدعيم هذه العلاقات على أرضية العلاقات الراسخة الطويلة القائمة فيما بين البلدين. أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي والوزير سامح شكري للقاءات التي عقدت اليوم، وهي بالفعل تعزز العلاقات التاريخية القديمة بين مصر وإيطاليا. علينا أن نعمل معا من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة، وخاصة في منطقة الشرق البحر المتوسط. هذا وقد أعلن الوزيران خلال مؤتمر صحفي مشترك أنه تم الاتفاق على تعزيز التعاون في مجال الطاقة والاستثمار من خلال منتدى إيطاليا وتفعيل دور مجلس الأعمال المصري الإيطالي خلال الفترة المقبلة. نحن نتطلع إلى مزيد من العمل الثنائي مع إيطاليا، نقدر بأنه إيطاليا هي الشريك الأول ضمن دول الاتحاد الأوروبي في المجال التجاري والاقتصادي مع مصر، وأننا نجد في التعاون مع إيطاليا فرصة لدعم جهود مصر التنموية واستمرارها على خطط التنمية والإصلاح الاقتصادي. إيطاليا تطلع إلى أن تكون ملتقى للطاقة، وفي هذه القضية هناك رؤى مشتركة كثيرة بين إيطاليا ومصر، كما كان هناك بالفعل زيارات ما بين مصر وإيطاليا. كما أعلن الوزيران أن المباحثات تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، من بينها قضية الهجرة غير الشرعية والأزمة الليبية. مصر دولة مهمة للغاية ومهمة للتعاون ولتبادل الآراء حتى نصل إلى حل إيجابي لقضية ليبيا، وهذا أيضا سيصب في حل قضية الهجرة غير الشرعية. نحن نعرف أن مصر تقوم بأنشطة قوية جدا لمنع الهجرة غير الشرعية. وحول الوضع في منطقة الشرق الأوسط، شدد الوزير الإيطالي على ضرورة التعاون للتوصل لحل الأزمات والصراعات، لافتا إلى دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين والتعايش السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. مصر دائما داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، داعمة للتوافق الدولي ومقررات الشرعية الدولية الخاصة بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس مبدأ حل الدولتين. بالنسبة لإيطاليا الحل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو واضح جدا، هناك شعبين هناك دولتين. يأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الاحتفال بمرور 100 عام على تعيين أول سفير مصري في إيطاليا. العلاقات الثنائية وأهم وأبرز الملفات والقضايا على الساحة الإقليمية والدولية كانت محور مباحثات وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية الإيطالية، حيث أكد الجانبان على حرص بلادهما على دعم وتطوير سبل التعاون بين القاهرة وروما في إطار الشراكة الراسخة التي تربط بين البلدين بما ينعكس على مصلحة الشعبين الصديقين. من مقر وزارة الخارجية، أمل صبري، أمين. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو دكتور محمد اليمني الخبير في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا محمد. نبدأ سريعا ب
ما قبل هذه الزيارة ميلوني هي جديدة إلى حد ما في السلطة، جاءت بعد نستطيع أن نقول سجال سياسي كبير، ولكنها تمثل تيار ما في إيطاليا يشهد صعودا في الفترة الأخيرة، وتوج هذا الصعود بوصول ميلوني إلى السلطة. ماذا نعرف عن هذه السيدة والتيار الذي تمثله في إيطاليا؟ يعني خلينا في البداية أستاذي الكريم، هذه السيدة تمثل استراتيجية وأيضا خطط معينة، لأن كما نعلم بأن الحزب اليميني المتطرف له وجود في الساحة الدولية والساحة الأوروبية، وكما نعلم بأن حتى السياسة الداخلية في إيطاليا الآن يوجد دعم كبير، لأن أقول لك بعض النقاط المهمة المختصة بخصوص اليمين المتطرف. اليمين المتطرف حاول كثيرا عدم المساعدات الأوكرانية، وأقول لك أيضا في الأونة الأخيرة شهدنا مظاهرات كثيفة جدا في الداخل الإيطالي تندد بعدم إرسال المساعدات الإيطالية إلى الجانب الأوكرانية، ومع ذلك إيطاليا كانت موجودة في الاجتماع الذي ضم 50 من مسؤولي الدفاع في أوروبا قبل أيام. يعني هي موجودة، لكن ربما لديها أفكار معينة لا تميل إلى تقديم هذا الدعم الكامل أو صحيح. الدعم المطلق بلا شروط. مظبوط أستاذي الكريم، ولكن كما نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية أي بلد مهما كانت قوتها تخرج عن السياق أو تخرج عن المألوف فهي دولة عدوة من الدرجة الأولى، وشهدنا بعض البلدان وشهدنا الهجمة الشرسة سواء كانت على الصين أو حتى على إيران وحتى على الجانب البيلاروسي في مساعدات العسكرية إلى الجانب الروسي. هذه نقطة مهمة جدا، ولكن كما نعلم أستاذي الكريم بعد كوفيد-19 شهدنا وكانت إيطاليا من الدول التي تكبدت الخسائر سواء كانت المادية أو الخسائر البشرية من الدرجة الأولى، وما زالت تعاني في هذا التوقيت. وأقول لك على نموذج حي في هذا التوقيت، يعني الصين خسرت أكثر من 300 مليار دولار، حجم ضخم جدا بقوة الصين. هذه أيضا جزئية مهمة، ولكن لابد أن أقول لك على مؤشر خطير حول العالم، بعض الإحصائيات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت، وأربطه بالإجابة، أربطه بأن الداخل الإيطالي يوجد صراعات اقتصادية من الدرجة الأولى الآن بأكثر من 574 مليون نسمة حول العالم يعانون من الفقر المدقع، ويوجد توقع بأن هذا العدد يصل إلى 2030. وأقول لك يوجد بعض الإحصائيات في عام 2023 أيضا بأن هذا العدد سوف يزداد إلى 630 مليون نسمة حول العالم. هذه أيضا جزئية، وكما نعلم بأن معظم اقتصادات العالم، أقول أيضا رقما مهم جدا، بعد الحرب الروسية شهدنا التحركات العسكرية من قبل الجانب الإيطالي، وشهدنا أيضا بأن الناتج المحلي زاد بخصوص النفقات العسكرية والدفاع والأدوات العسكرية 2%، كان في عام 2020 أو عام 2021 كان 25 مليار يورو، ولكن الآن هذه زادت بأكثر من 40 مليار يورو. هذا أرقام ضخمة، كانت في الماضي يوجد أرقام كثيرة ولكن كان يتم استخدامها كاستثمارات سواء في الداخل الإيطالي أو في حتى في بعض الدول المجاورة، لأن كما نعلم يوجد يعني بعض الأسباب أو بعض الأهداف التي تعمل عليها الآن يعني رئيس الوزراء أو في الداخل الإيطالي، ناهيك عن الهجرة، ناهيك عن البحر الأبيض المتوسط الذي يمثل أهمية كبيرة جدا إلى إيطاليا، لأن إيطاليا تنظر إليه بعد الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا الدعم الذي كانت تتلقاه أو هذا يعني العقد الشراكات بخصوص الغاز الروسي والنفط الروسي، تنظر إلى هذه المنطقة ولابد أن تعمل عليها بأمور كثيرة جدا. وشهدنا أيضا في الأونة الأخيرة بخصوص الدعم الكثير، وهذا الدعم في خاصة في الدولة الليبية، لأن كما نعلم أستاذي بعض المشاورات وبعض اللقاءات التي جمعت الجانب الإيطالي والجانب المصري كانوا يتفقون على رؤى واضحة، على اتفاقيات واضحة، ناهيك عن القضية الفلسطينية، ناهيك أيضا عن القضية الليبية وأمور كثيرة. طيب الزيارة الحالية الآن
نرى أن التصريحات كانت إيجابية من الطرفين. وزير الخارجية سامح شكري قال إن التعاون مع إيطاليا فرصة لدعم جهود مصر التنموية، ولكن كيف ترى إيطاليا التعاون؟ ماذا تريد منا إيطاليا؟ وبالتالي تأتي الشخصية السياسية الأبرز والأهم فيها لزيارة مصر وتقوم بهذه الجولة وتقابل المسؤولين المصريين، وبالتالي نستطيع أن نعرف ما القادم. أقول لك بخصوص ميلوني، هذه رئيسة الوزراء الإيطالية أشادت بالحكومة المصرية والقرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2016 بوقف القوارب الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. هذه جزئية مهمة، ولكن في آنذاك تكلمت في يعني مؤتمر تغيير المناخ، تكلمت عن لابد من الربط الكهربائي، لأن كما تعلم أو كما يعلم الجانب الإيطالي قدر مصر والثروات التي تمتلكها مصر في هذا التوقيت ناهيك عن الغاز، وهذه نقطة مهمة جدا. ولكن لابد أن أذكر لك بعض الأرقام المهمة جدا في هذا التوقيت. التبادل التجاري الإيطالي المصري يعني زاد بأكثر من 6 مليار دولار. أقول لك بأن عام 2021 كان يوجد التبادل التجاري بين البلدين 5 مليار و800 مليون دولار، أما عام 2020 كان 4 مليار و500 مليون دولار. هذه أيضا أرقام مهمة جدا تدل وتفسر على العلاقات الراسخة بين الجانبين. هذه أيضا جزئية لابد أن أتكلم معك أستاذي الكريم، بأن إيطاليا أكبر شريك اقتصادي في الاتحاد الأوروبي لدى الجانب المصري، وأيضا بعد يعني يجي المركز الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية وبعد الصين، ويجي أيضا المركز الخامس بخصوص الاتحاد الأوروبي وكما ذكرت منذ قليل. ولكن لابد أن أقول بأن كمية الاستثمارات التي توجد من إيطاليا على الأراضي المصرية متمثلة في العام المالي الربع الأول من عام المالي عام 2021 و2022 زادت ب 448 مليون دولار، أما في المقابل 320 مليون دولار بخصوص الصادرات أو بخصوص الاستثمارات في عام 2020 وعام 2021. هذا إن دل يدل يوجد يعني استثمارات كثيرة. هذه أيضا جزئية لابد أن أذكر حجم الواردات المصرية أو الصادرات المصرية إلى الجانب الإيطالي. مصر تصدر بعض المنتجات وبعض الأمور إلى إيطاليا بأكثر من 2 مليار و800 مليون دولار، هذا في عام 2021، ولكن عام 2020 كان هذا الرقم أقل، 1 مليار و500 مليون دولار. وأقول لك أستاذي الكريم حتى لا أنسى هذه الأرقام المهمة بخصوص الواردات، يعني يوجد أرقام أيضا مهمة. أقول لك بخصوص التحويلات المصريين من إيطاليا إلى مصر بلغت 94 مليون دولار في عام 2020 2021، ولكن في قبل 2019 و2020 كان هذا الرقم 84 مليون دولار، أما التحويلات من إيطاليا إلى مصر كان 7 مليون دولار، وفي عام 2019 أو 2018 و2019 كان هذا الرقم 6 مليون دولار. هذه الأرقام تدل على أن يوجد شراكات كثيرة جدا بين الجانبين، بين الجانب الإيطالي وبين الجانب المصري. الآن إيطاليا ومعظم الدول سواء كانت الدول الكبرى الدول العظمى أو الدول النامية لابد من الاقتصاد في هذا التوقيت، لابد من شراكات اقتصادية، لابد من حلول جذرية لهذه الأزمة العالمية، وخاصة لأن العالم الآن شهد أزمتين متتاليتين. أقول لك على رقم وأختم هذه
الإجابة في هذا الرقم في جائحة كوفيد 19 وأيضا الحرب الروسية، ولكن الرقم الذي أتذكره الآن الحرب الروسية الأوكرانية. لك أن تتخيل أستاذي الكريم، الاتحاد الأوروبي أو دول حلف الناتو الولايات المتحدة الأمريكية أو معظم الدول صرفت أكثر من 300 مليار دولار. هذا الرقم الذي كان كفيلا أن يعيد بعض الدول مرة أخرى إلى الأمام أو إلى الاستقرار أو إلى الازدهار أو إلى الإنجاح، ولكن يوجد قصص نجاح كثيرة جدا تكلم عنها رئيس الخارجية تكلم عنها آنذاك. لابد من ترسيخ قصص النجاح بين الجانب الإيطالي والجانب أيضا الجانب المصري. أستاذي الكريمة، هذه العلاقات ليس علاقات وليدة اللحظة، ولكن هذه العلاقات تحسنت بعد الحرب العالمية الثانية، وكان يوجد توتر كثير جدا بين مصر وبين أيضا إيطاليا في عام بداية من عام 1940 إلى عام 1945، وكان يوجد تبادل للسفراء في عام 1914، ويوجد الآن سفارتين في روما وأيضا في ميلانو وأيضا سفارتين في القاهرة وأيضا في إسكندرية. معنى هذا يوجد علاقات. ولابد أن أذكر حتى لا أنسى أيضا هذه الصفقة التي أبرمها الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي مع الجانب الإيطالي، يقدر هذا الرقم بثلاثة مليارات يورو. صفقات طائرات، هذه الطائرات بأكثر شراء 24 طائرة إيطالية. هذه هل هذا فقط؟ لا أستاذي الكريم، ولكن يوجد بين 9 و10 مليار دولار، أكبر صفقة في تاريخ مصر أو جمهورية مصر العربية بهذا الرقم الضخم. ليس يعني فقط الطائرات، ولكن يوجد أدوات ويوجد مساعدات أو يوجد أمور عسكرية ضخمة في الأونة الأخيرة. طيب، يعني أود أن أتوقف مع حضرتك عند نقطة مهمة جدا، وهي قضية الهجرة غير الشرعية. إيطاليا كانت ربما محطة الوصول الأهم في الساحل الأوروبي الجنوبي لقوارب الهجرة غير الشرعية، ومصر للأسف عانت طويلا وفقدت شباب كثر في البحر بسبب محاولتهم لتحقيق هذه الهجرة غير الشرعية. وفي نفس الوقت مصر ومنذ عدة سنوات أخذت قرارا حاسما بضرورة وقف هذه الظاهرة ويعني إنهاء هذه المشكلة، حفاظا أولا على الثروة البشرية لهذه الأمة، وحفاظا على هؤلاء الشباب من الانسياق وراء هذه الأمور التي يعني ربما تتجاوز العقل والمنطق وتؤدي بهم إلى التهلكة لا إلى أي شيء آخر. السؤال، مصر وإيطاليا في علاج مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أي مدى الطرفان يعني ذاهبان إلى نفس الاحتمالات، وإلى أي مدى هما متفقان على طريقة المعالجة؟ لأنه ميلوني كما نعلم وحتى من خلال حملاتها الانتخابية هي لها توجه بضرورة وقف هذه الظاهرة أيضا من المنظور أو من الجانب الإيطالي. يعني إذا تكلمنا عن الهجرة غير الشرعية فلها سلبيات كثيرة. كما نعلم أن الاتحاد الأوروبي عانى كثيرا جدا من اللاجئين ومن الهجرة غير الشرعية. وأقول لك بأن التقارب الإيطالي وأيضا التقارب المصري يوجد تقارب كبير، أقول بنسبة 80 و90% بخصوص هذا الملف، لأن هذا الملف عانت منه مصر كثيرا. كما ذكرت منذ قليل حتى لا أعيد الكلام مرة أخرى، أشادت موليني بهذا القرار الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2016 بخصوص القوارب والهجرة غير الشرعية. ولكن الآن ليبيا منبع الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا. إيطاليا بعد 2011 تدخلت في مصراتة. لماذا تدخلت؟ بحجة حماية المستشفى الإيطالية هناك، ولكن هذا ليس صحيح. ولكن الدعم لحكومة الوفاق السابقة حتى تؤمن مدخراتها وحتى تؤمن بعض الأمور. وأقول لك أستاذي الكريم، يوجد بعض القوات وبعض الجنود في طرابلس أيضا لعدم يعني خروج أو سفر اللاجئين أو سفر الهجرة غير الشرعية من طرابلس. هذه يعني نقطة مهمة جدا. لا ننسى أبدا عملية إيريني، هذه العملية التي تحث على الهجرة غير الشرعية، وأيضا تهريب الأسلحة. ويعني هذين
المجالين أو هذين القوتين الهجرة غير الشرعية وتهريب الأسلحة، لأن كما نعلم بأن الآن يوجد دول كثيرة لم تقم لها قومة كبيرة بعد 2011، ناهيك عن السودان، عن الصومال، عن سوريا، عن ليبيا، عن لبنان، طيب عن اليمن. ماذا يفيد العالم في قضية الهجرة غير الشرعية عبر المتوسط عندما يكون الطرفان المصري والإيطالي على هذا التوافق وعلى هذا التناغم؟ نعم أستاذي الكريم، ولكن كما نعلم بأن هذا البحر المتوسط يوجد بعض الدول التي لديها مصالح فيه، لأن كما نعلم الآن يوجد ثروة كبيرة جدا في البحر الأبيض المتوسط، ومصر تعلم ذلك جيدا، والجانب الإيطالي يعلم ذلك جيدا، ولكن كما نعلم بأن التحرك من كلا الجانبين يعني يوجد أمور أو دول أخرى لابد من تحرك هذا المسار أو التحرك في هذا المسار، وأن بعض الدول، لأن سؤال هنا هل التوافق أو هذه الدول التي تعاني ما زالت تعاني من ثورات الربيع العربية في الماضي، هل الاستقرار إن عاد يعود عدم الهجرة غير الشرعية؟ نعم أستاذي الكريم، لأن معظم الدول التي ذكرتها ليس يوجد لديها مؤسسات قوية، ليس يوجد لديها يعني دولة، ولهذا مثلا تدعم مصر ليبيا بكل قوة، وكما يعني رأينا في الفترة الماضية منذ أيام كانت القيادات الليبية مجتمعة على أرض مصر، وكان يحدث رعاية مصرية كاملة وعلى مدار الساعة لمسار التوافق الليبي وصولا إلى تهدئة ومزيد من الاستقرار على الأرض الليبية، ما يوصل الليبيين إلى انتخابات ومن ثم استقرار الأوضاع ووجود سلطة تبسط سيطرتها على الأرض، وكل هذا يصب في ملفات عديدة ومن ضمنها فكرة الهجرة غير الشرعية. ليبيا أيضا لها علاقات تاريخية أيضا مع إيطاليا، وبالتأكيد عندما يكون مثلث مصر ليبيا إيطاليا على توافق أو تناغم أو حتى على اتفاق على أهداف مشتركة في هذا الإطار، بالتأكيد المسألة تصب في الصالح وتعمل بالفعل على وقف هذه الظاهرة. ماذا ينقصنا في هذا الملف، في هذا المثلث مصر ليبيا إيطاليا والهجرة غير الشرعية في القلب؟ ينقصنا كثيرا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية متدخلة، لأن روسيا أيضا متدخلة، إيطاليا متدخلة، فرنسا متدخلة، وكانت العلاقات الفرنسية الإيطالية في الماضي كانت متوترة، ولكن شهدنا العلاقات الآن يوجد علاقات إيجابية بطريقة كبيرة جدا، ولكن لابد أن ننظر بأن الجانب المصري داعم بقوة كل ما هو شرعي، كل ما هو مؤسسات ليبية في الداخل الليبي، كل ما هو استقرار لليبيا، لأن كما نعلم بأن مصر عانت كثيرا من الإرهاب، وأقول لك بأن أيضا في بعض من الأوقات يعني حيت أو أشادت رئيسة الوزراء موليني بخصوص مصر، ويعني صدها للإرهاب ومحاربة الإرهاب، لأن هذا الإرهاب ليس على مصر فقط وليس فقط على شمال أفريقيا، ولكن حتى للاتحاد وحماية للاتحاد الأوروبي، هذه أيضا جزئية مهمة. يوجد عوامل كثيرة أستاذي الكريم، يوجد حلول كثيرة، ولكن كما نعلم بأن المشكلة الليبية الآن أو الأزمة الليبية الآن معقدة للغاية، وخاصة في الداخل الليبي، ولكن إذا تكلمنا وجزأنا الإجابة بخصوص الدعم المصري المتناهي أو لا متناهي للدعم والاستقرار وحتى يعود الانتخابات، لأن وجهة النظر المصرية ووجهة النظر الإيطالية في الاستقرار الليبي هذا مفروغ منه، ولكن يوجد بعض الأمور المتعنتة وبعض القيادات المتعنتة وبعض المؤسسات المتعنتة وبعض الأشخاص المتعنتين، لأن في هذه الأجسام هي من مصلحتها بأن الأزمة الليبية تمتد. أقول لك بأن يوجد الآن يعني أكثر من 23 ألف من الميليشيات ومن المرتزقة، سواء التشاديين، الأفارقة، السوريين، هذا عبء على الدولة مثل ليبيا، هذا عبء على المواطن الليبي، هذا عبء على أمور كثيرة جدا، ولكن كما نعلم بأن كما ذكرت منذ قليل الكرة في ملعب بعض المسؤولين في الداخل الليبي. احنا نشكر حضرتك، شكرا جزيلا لوجودك معنا اليوم دكتور محمد اليمني الخبير في العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات حول العلاقات المصرية الإيطالية والتشعبات الإقليمية لهذه العلاقة. مشاهدينا الكرام، تنتهي حلقتنا لهذه الليلة من القاهرة على شاشة النيل للأخبار، نشكر لكم طيب المتابعة ودائما برعاية الله وأمنه.